في الحياة بنقابل ناس وناس، وقالوا في المثل الناس معادن، فيها الأصلي وفيها التقليد وفيها المؤذي وفيها المفيد. ولأن الحياة من غير ناس ما تنداس، هنقابل كل يوم نوع من الناس، ناس ذهب وناس تانية لها العجب، ناس زي الفل بتحب الخير للكل، ناس جميلة تتصاحب وناس غريبة ملهاش صاحب، ناس لئيمة البعد عنها غنيمة، وناس رأية من النوع الفاخر، وكلها هيوصفها من الآخر دكتور عمرو الليسي في كلمة ورد غطاها. هو صاحبك وحبيبك وصديق عمرك أو زميلك في الشغل، ولكنه دايما مزنوق. أيوة دايما مزنوق، وعايش على السلف من أول أسبوع لآخر الشهر، ما تعرفش بيعمل إيه في الفلوس، وكل شهر هتلاقي داخل عليك وعلى وشه نفس الابتسامة الخجولة دي، وكل استعطاف ومسكنة اللي بتشر من حباب عينيه، وحيقولك الصباح الفل عمور، منور الدنيا حبيبي. يا عم شياكة دي، امبارح انت كنت متألق، بسم الله ما شاء الله، الله العظيم ايه العظمة دي، ربنا يزيدك، ربنا يزيدك كمان وكمان بجد يعني. ولانك انت بتكون متعود على الاسطوانة دي كل شهر، فحضرتك على طول بتفهم ان الكلام ده مجرد مقدمة، وان التقيل ايه جاي ورا. وطبعا هتسأله عايز ايه عب عزيز، اؤمر، هيرد عليك باداء ممثل عظيم يا للهول، ولا كأنه يوسف بيه في فيلم اشاعة حب. والله انا مكسوف منك عمور، انا كنت يعني بس مزنوق في قرشين كده، عشان المرتب كله راح في الاقساط، انت عارف بقى الاسعار ليش صعبه، تفهم بقى. ولانه طبعا صاحبك او زميلك وعشره قديمه وكده، قلبك الطيب مش هيطوعك تكسفه، وهتسلفه علشان تفك زنقته، ما انت راجل اصيل، وشخصيه الانسان المزنوق دايما عايش في حياته على السلف لاسباب كتيره، جايز لانه مش عاوز يعيش على قده طول الشهر سهر وعزومات وفشخره كدابه، وجايز لانه مش عاوز يطور حياته ويشوف وظيفه افضل بمرتب افضل. هو باختصار انسان كسول، وبيستسهل العيش على قفا الاخرين، وبيستلف هو مش عارف هيسدد ازاي. والنوع ده الناس بتستحمله مره مرتين ثلاثه، لكن في الاخر ما بيلاقيش حد يسلفه، الا لو قدر في يوم بعد ما تخلص فلوسه يلاقي وجه جديد ما يعرفش طبعه، وساعتها هينقض عليه ويقول له حبيبي حبيبي وحشنا صاحب الله، ايه الجمال ده، ايه العظمه دي كلها يا راجل. بقول لك ايه، ما تاخذنيش يعني اخوك عبد عزيز مزنوق في قرشين كده الغدا والشهر، انت عارف بقى انا ماليش الا انت حبيبي. والله والله حبيبي، ربنا يزيدك يا رب، ربنا يزيدك كمان وكمان. ويفضل صاحبنا عايش كده من جيب ده لجيب ده، وكل يوم يدور على ضحية جديدة، وحضرتك تستعوض ربنا في الفلوس اللي انت سلفتها له. بذمتكم ده تقولوا له ايه وتتصرفوا معاه ازاي؟ ابعتولي تعليقاتكم على صفحة برنامج كلمة ورد غطاها مع عمرو الليسي، حكاياتكم مع انواع الناس اللي بتقابلوها في حياتكم، هنتكلم عنها في كلمة ورد غطاها. ولغاية ما نتقابل تاني هسيبكم في امان الله. كلمة ورد غطاها، دكتور عمرو الليسي، الكاتب الصحفي محمد الشبه، اداء الفنان احمد صيام، اخراج تامر حسني.